أقوى لحظات غضب ومضاربات نجوم كرة القدم، لن تتوقع هذا. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. تشتعل المنافسات في مباريات كرة القدم إلى أن تصل مرحلة الذروة، وفي هذه المرحلة يكون اللاعبون ينتظرون أقل احتكاك من لاعبي الخصم حتى يقوم بالاعتداء عليهم أو ضربهم. لذا في هذا الفيديو سنشاهد أقوى لحظات غضب ومضاربات نجوم كرة القدم. لنبدأ. بعدما أوقع لاعب باريس سان جيرمان لاعب أولمبيك مارسيليا في وسط الملعب ولكن بدون قصد كما ترون، انظروا كيف تحولت إلى مشكلة كبيرة، وأخذ اللاعبون يضربون بعضهم البعض بطريقة عنيفة بهذا الشكل. شاهدوا كيف انقلب الملعب إلى ساحة قتال. قفز هذا اللاعب حتى يقوم بضرب الكرة، فوجد وجه خصمه أمامه فتم ضربه بهذه الطريقة. هنا يقع لاعب واتفورد، فيقوم لاعب كريستال بالاس بلمس رأسه بهذه الطريقة، والأخير لم يعجبه الأمر فقام ليتقاتل معه، ولكن الحكم فك بينهما. حاول لاعب روما هنا افتكاك الكرة من لاعب الخصم، فشاهدوا هذا الأخير كيف ضربه بلكمة بهذه الطريقة وأوقعه أرضا بهذا الشكل. هنا تدخل على اللاعب أنسو فاتي، فيمكنكم أن تشاهدوا لاعب ختافي كيف وقف على أنسو فاتي بهذه الطريقة ويحاول أن يقول له لا تمثل، إن عمرك 18 سنة فقط. يمكنكم أن تشاهدوا ديفيد لويز هنا كيف أوقع لاعب الخصم بالتدخل عليه من الخلف بهذه الطريقة، بل وضربه بركبته على وجهه دون قصد، بعد ذلك ذهب ليعتذر له. شاهدوا اللاعب كانسيلو كيف يقوم بدفع راشفورد ويوقعه أرضا، فيأتي زميله بهذه الطريقة ويقوم بدفعه، ما أدى إلى أن كادت أن تحدث مناوشات بينهما. نيمار هنا يحاول الحق على الكرة، فارتطم بلاعب أولمبيك ليون والحارس أيضا وأوقعهم بهذا الشكل ولكن دون قصد. هنا في وسط الملعب كافاني كما تشاهدون يمسك بلاعب إيفرتون بهذه الطريقة، وبعد ذلك قام بإيقاعه بهذا الدفع. هنا بعد أن سجل إيرلينغ هالاند هدفا في شباك حارس إشبيليا، يمكنكم أن تشاهدوا كيف ذهب لإيقاظته، وهنا الأمر لم يعجب لاعبي إشبيليا فأتوا للتدخل وضربه كما ترون، لكن من حسن الحظ أنه تم تهدئة الأمور. هنا في نهائي السوبر الإسباني بين برشلونة وبلباو، شاهدوا كيف ضرب ميسي لاعب أتلتيك بلباو بهذه الطريقة، ما أدى إلى أن حصل على الكرت الأحمر بعد رؤية الحكم للفار. هنا لاعب ليفربول يوقع خصمه بعد أن قام بدفعه بهذه الطريقة، شاهدوا كيف يشير له بهذا الشكل، وكادت أن تحدث مشكلة بين اللاعبين. هنا برايثويت يوقع لاعب ريال سوسيداد بهذا الشكل، فقام جوردي ألبا بهذه الطريقة بتسديد الكرة لترتطم بوجه اللاعب أثناء سقوطه. بينما يتقاتل هؤلاء اللاعبين، شاهد الحكم كيف ينظر إليهم وينتظر أن ينهوا هذا القتال. هنا تدافع بين هذين اللاعبين، فشاهد الأخير كيف قام بدفع لاعب الخصم وضربه على وجهه والتمثيل أنه هو الذي ضرب. هنا من جيزا يمسك لاعب المنتخب الإيطالي، ولكن الأخير قام بضربه بهذا الشكل، فانظروا إلى منجيزا كيف يمثل أنه تم ضربه. وهنا حدثت مشكلة كبيرة بين اللاعبين كما ترون، على إثرها أخذ منجيزا الكرت الأحمر. تدافع بين لاعب تشيلسي واللاعب لويس سواريز، فكما ترون أمامكم كيف كادت أن تحدث مشكلة، وهنا تدافع بسيط وتدخل الحكم والحارس لفض الأمر.
لاعب بروسيا دورتموند كان غاضبا جدا قبل اللقاء، تشاهد عند دخوله إلى المنصة ليتكلم كيف قام بضرب لوحة الإعلانات بهذه القوة ويبدو أنه تألم. بينما يتحدث هذان اللاعبان وكان غاضبان للغاية، بصق هذا الأخير في وجه خصمه ما أدى إلى أن قام الحكم بطرده من المباراة. نيمار هنا دفع هذا اللاعب ليأخذ الكرة، فيمكنكم أن تشاهدوا كيف مثل الأخير ووقع أرضا، وبعد ذلك أخذ اللاعب يسب نيمار بهذا الشكل كما ترون. هنا اللاعب فينيسيوس يمثل أنه ضرب، فشاهدوا كيف غضب أرنولد على الحكم وأخذ يصرخ عليه بهذا الشكل، لكن لم ينتهي الأمر إلى أن أخذ الكرت الأصفر من حكم المباراة. يتقدم لاعب مان يونايتد بالكرة بهذه الطريقة، فأمسكه سون هيونغ من قميصه، فقام الأخير بضربه على وجهه بهذا الشكل. اللاعب بيبي هنا لا يتقاتل مع لاعبي الفريق الآخر، وإنما يتقاتل مع زميله، فشاهدوا كيف كادت أن تحدث معركة في وسط الملعب بينهما. لاعب ليستر سيتي في وسط الملعب شاهدوا كيف قام بضرب دي بروين بهذه الطريقة القوية وأوقعه أرضا، ولكن لحسن الحظ أن الحكم رآه ورأى فعلته وأعطاه الكرت الأصفر. هنا لاعب بروسيا دورتموند يتدخل على خصمه بهذه الطريقة ويقوم بإيقاعه بهذا الشكل، وهنا قام الأخير حتى يضرب خصمه، ولولا تدخل الحكم لحدثت مشكلة كبيرة. بعد أن تدخل لاعب ميلان على لوكاكو وأوقعه أرضا، شاهد المشكلة الكبيرة التي حدثت، وهنا زلاتان يوصفه بالحمار، وهنا مشكلة كبيرة حدثت بين لاعبي ميلان وإنتر ميلان. بالطبع هذا ما يسمى بدرب الغضب. بعد أن أوقع لاعب تشيلسي ساديو ماني، قام خصمه بضرب الكرة بوجهه بهذا الشكل، وكان ساديو ماني غاضبا لهذه الفعلة وقام ليتقاتل مع اللاعب، وهنا لحسن الحظ أن الأمور انتهت بسلام. يمكنكم أن تشاهدوا ليونيل ميسي وهو غاضب لأن اللاعب لم يعطيه الكرة، وقام بدفعه بهذه الطريقة وإيقاعه أرضا. هنا اللاعب ألكسندر أرنولد يتقاتل مع اللاعب فينيسيوس ويتدافعان بين بعضهما البعض. بعد أن تصدى المدافع وأوقف كافاني قبل أن يصل إلى الكرة، كافاني قام بدفعه وذهب إليه ليقوم بإيقافه، لكن هذا الأخير قام بدفع يد كافاني بهذا الشكل. انظروا إلى المشكلة التي كادت أن تحدث لولا تواجد اللاعبين وحكم المباراة. نيمار هنا بعد أن خرجت الكرة قام بدفع اللاعب ليأخذ الكرة منه، فيبدو أن الأخير بالغ قليلا في وقوعه أرضا، وهنا كما ترون أتى حكم المباراة وأعطى الكرت الأحمر لنيمار وطرده من الملعب. يمكنكم أن تشاهدوا غضب اللاعب أثناء ما أتى نيمار لمصالحته. هذا اللاعب هنا قام بضرب خصمه وبعد ذلك قام بالدوس على قدمه كما ترون، ما أدى إلى حدوث مشكلة وكبرت وحدثت معركة كبيرة في الملعب بين لاعبي الخصوم، فانظروا إلى المناوشات ومد الأيدي على بعضهم البعض بهذا الشكل القوي والعنيف. هنا أثناء ما كان لاعبو المنتخب الكرواتي يحتفلون، أحدهم ضرب اللاعب جونز على وجهه ما أدى إلى سيلان الدماء من أنفه، وبعد ذلك أتى بعض اللاعبين لفض الأمر وأخذ اللاعب جونز. في وسط الملعب قام لاعب أرسنال بالتدخل على هذا اللاعب وإيقاعه أرضا بهذا الشكل القوي، ما أدى إلى حدوث مشكلة بينهم، فشاهدوا كيف يتدافع اللاعبون إلى أن حدثت مشكلة ومناوشات ومدوا أيديهم على بعضهم، وهنا الحكم واقف وأعطى لاعب أرسنال الكرت الأحمر. تدخل قوي من اللاعب كاسيميرو على تشيمس ميلنر، فيمكنكم أن تشاهدوا ردة فعل كلوب على قرار الحكم بأن لم يمنحه أي شيء. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.